انستغرام كانت دارت دي ستوري ومن تماك عنات على الافتتاح ديالها. المحل ديالها كان في عين سبع جديد وقالت بانه غيتم الاصلاح ديالو غدون اسبوع ونهار ان شاء الله نهار الحد مع الربعه ونص غتجي هي مع ثلاثه غيكون الافتتاح صافي. وجينا كدير طيب البيع ديال ديك خيم ديال النساء كترجع الفقرات كدير لي سوان كدير زعما تقريبا اي حاجه وهي تبارك الله اللي شخص لي كومبيتون واللي حاجز على الدكتوراه ديالها في طب التكميم. ان شاء الله كلشي جا على قبلها، كاين اللي جا من الاسفي، كاين اللي جا من طنجة، كاين اللي شاد صب من البارح، كاين اللي شاد الطريق من 8 الصباح، كاين اللي جا من اسبانيا زعما تقريبا صراحة الله اللي من دول العالم كامل جا. انا من المتابعات ديال خولة الفايد، شفت لا ستوري ديالها في الانستغرام وصافي وبغيت نشارك مع الفرحة ديالها اليوم ونتمنى كلشي يدوز بخير ان شاء الله. حيت كنتبعوها، شحال حنا متبعينها الصراحه، شحال حنا متبعين، يعني اي حاجه كتلوحها كنكونوا حنا الاولين مستافدين منها. هي عندها بزاف ديال الاختصاصات، عندها واحد سونتر في عين سبع داكشي ديال الحجامه والخيط الكومود داكشي، وعندها في سونتر في التوين ديال الحلاقه. انا صراحه عرفتها غير بالسونتر ديالها في التوين ديال الحلاقه، حيت هي اول وحده دخلت الفكره ديال بنات المنقبات سونتر ديال الحلاقه. بنات المنقبات محترمه زعما داكشي ديال البنات محترمه، وبنات المنقبات دايره لهم السونتر ديالهم راسهم، زعما ماشي بحال الصالونات العاديين كتدخلي تلقاي الدراري تقدري فهمتيني تقدر تكون شي 1000 2000 بحال هكا. كي راه متبعينا راه بزاف، راه غير اللايف كتحلوا غير في ما كاملش ساعه كتطلع ليها ما شاء الله. الصراحه انا ما كنتعاقش، ولكن هي حيت ديجا جايه عندها السونتر وصراحه داكشي ما شاء الله عليه.